تضررت المحاصيل الزراعية من الحبوب لقرية عين سلطان ببلدية مجهنة شمال برج بوعريج بتراجع مردودية الحصاد هذا الموسم لدى الفلاحين الذين اشتكوا من خسائر مادية بالجملة بفعل حبات البرد التي عرفتها الولاية شهر مايو المنقضي. كانت غلة ما شاء الله، صرا لها المشكل تاع الحجرة هذه، هاك تشوف فيها كيف صار لها حبات البرد قوية ضرت لنا المحصول. على كل حال نقص في المحصول ديرك تسمى هاي ضرته، تشوف فيها كسرت الحبة، كسرتها بزاف، ونتمنى ان شاء الله ينظر لنا ان شاء الله يعوض لنا علينا وعلى جميع الفلاحين. يعني ما كناش متمنين هذا الامر كله بالتعويض ولا بلا تعويض. يوم 18 ماي جاتنا الحجرة اللي كما يقولوا حبات البرد اللي اثرت على المحصول تاعنا. المحصول هذا كان تقريبا نسبة 80% واجد، جات هذه حبة البارد هذه أثرت عليه وفزدت لنا المحصول، وانا نطالبهم باش يعوضونا. كان المحصول تقريبا واجد، واجد ما بقالوش على الحطام، نقولوا فايت 60% واجد. ضرت المحصول، كاين الحبة اللي تريشت، كاين اللي تكسرت، كاين انا قدروا لي 16% 16% من الأضرار تاع. إن شاء الله يعوضونا في أقرب وقت إن شاء الله بإذن الله. أنا كان عندي محصول تقريبا 60% ضالي، أمنين أمننا الحمد لله اللي أمننا، وهذه تاع ربي سبحانه، وهذه ما نقدروش حنا نتحكموا بها. وخرج لي إكسبير وشاف وسلتو ذو الفلاحين الصغار، حنا ما عندناش مداخل أخرى والله، حنا هذه معيشنا. الله خربينا عنده ربعة خمسة أولاد هذو قاعدين راهم يخدموا معاه. ومن جهته أكد الصندوق الجهوي لتعاون الفلاحي ببرج بوعريج عن حرصه التام على تعويض الفلاحين المتضررين وفقا لتقارير الخبرات الميدانية. قمنا بتعيين خبراء فلاحيين من أجل إحصاء الخسائر لهذا الفلاحين المنكوبين الذين كان قدر عددهم ب 13 فلاح. المساحة المنكوبة كانت تقدر إجمالا ب 152 هكتار بين قمح صلب وقمح لين وشعير. قمنا بتسليم شيكات للفلاحين وتعويضهم في وقت وجيز. هذه الإصابات تاع الفلاحين اللي كانت تتباين بين 12 و30%، ويبقى تعاون الفلاحية دائما رفيق للفلاح ورفيقه في عثراته. لتخفف تعويضات المالية من نكبة الفلاحين المتضررين هذا الموسم وتجدد فيهم رهان مضاعفة الإنتاجية المواسم القادمة.